مرحبا، أعرفكم على نفسي. اسمي نجلاء الإنجليزي وأنا مدرسة لغة عربية. في هذه الوحدة التي تتناول موضوع الهجرة والمهاجرين سنقوم بالتعرف سويا على أسباب الهجرة وأنواعها، وذلك عن طريق عدة نشاطات وتمارين التي تنمي مهاراتكم اللغوية كالقراءة والكتابة والاستماع والتحدث. أنا منتسبة حاليا إلى جامعة شابمان في مدينة مونتري بولاية كاليفورنيا، وللحصول منها على شهادة ماجستير قمت بتصميم هذه الوحدة، راجية أن تستمتعوا وأن تكتسبوا منها الفائدة المرجوة.